ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. النشرة الوبائية ليوم 15 من شهر شتنبر 2020، وسجلت 2121 حالة مؤكدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 90324. الحالات المستبعدة 20158 ليرتفع العدد إلى 3,183,718. الوفيات 34 الله يرحمهم ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1648. المتعافون 2077 ليرتفع العدد إلى 71047. بالنسبة لمؤشر الإصابات التراكمي فقد بلغ 248.7 على 100,000 نسمة. مؤشر الإصابات في 24 ساعة 5.8 على 100,000 نسمة. معدل الفتك 1.8%. معدل التعافي 78.7%. بالنسبة للحالات النشطة العدد الإجمالي 17,629 بمعدل 48.5 على 100,000 نسمة. بالنسبة للحالات الخطيرة أو الحرجة فالعدد الإجمالي بلغ 263% وتحت التنفس الاصطناعي الاختراقي 58%. الله يشافيهم. أما بالنسبة للتوزيع الجغرافي حسب الجهات للحالات الجديدة والوفيات فقد عرفت جهة الدار البيضاء استطاعت 924 حالة وتسعة وفيات، وتنقسم هذه الأعداد على الشكل التالي: الدار البيضاء 703 وثمانية وفيات، سطات 118 وفاة واحدة، الجديدة 26 حالة، مديونة 23 حالة، المحمدية 18 حالة، النواصر 17 حالة، برشيد 15 حالة، سيدي بنور حالتان، بن سليمان حالتان. بالنسبة لجهة الرباط سلا القنيطرة فقد عرفت تسجيل 245 حالة ووفتان. بالنسبة للمدن التي سجلت فيها هذه الحالات: مدينة سلا 66 إصابة وحالة وفاة، صخيرة تمارة 62 إصابة، القنيطرة 40 إصابة، الخميسات 24 حالة، الرباط 24 حالة مع تسجيل وفاة، سيدي قاسم 24 حالة، سيدي سليمان 5 حالات. أما بالنسبة لجهة مراكش آسفي فقد سجلت 163 حالة وأربع وفيات، وتتقسم هذه الحالات حسب المدن: مراكش 85 حالة وأربع وفيات، قلعة سراغنة 59 من الحالات، اليوسفية 13 حالة، صويرة 3 حالات، الرحامنة 3 حالات. بالنسبة لجهة سوس ماسة فقد عرفت تسجيل 150 حالة وحالة وفاة، وتقسمت هذه الحالات على المدن كالتالي: أكادير 84 حالة وحالة وفاة، إنزقان أيت ملول 38، شتوكا أيت بها 18 حالة، تارودانت 10 حالات. أما بالنسبة لجهة بني ملا الخنيفرة فقد عرفت تسجيل 143 حالة وأربع حالات وفاة، تقسمت كالتالي: خنيفرة 40 حالة و حالتي وفاة، خريبقة 39 حالة وحالة وفاة، بني ملال 34 حالة، الفقيه بن صالح 25 حالة وحالة وفاة، أزلال 5 حالات. أما بالنسبة لجهة طنجة تطوان الحسيمة فقد عرفت 122 حالة وخمسة وفيات، تقسمت على الشكل التالي: تطوان 37 حالة 3 حالات وفاة، طنجة أصيلة 37 حالة وحالة وفاة واحدة، الحسيمة 23 حالة، المضيق الفنيدق 15 حالة، العرائش 9 حالات وحالة وفاة واحدة، وزان حالة واحدة. أما بالنسبة لجهة درعة فيلالت فقد عرفت 108 حالات وحالة وفاة، تقسمت على الشكل التالي: تينغير 53 حالة، الرشيدية 20 حالة، ميدلت 14 حالة، ورززت 14 حالة وحالة وفاة، زاقورة 7 حالات. أما بالنسبة لجهة الشرق فقد عرفت تسجيل 79 حالة وحالة وفاة، انقسمت على الشكل التالي: وجدة أنجاد 46 حالة، توريرت 13 حالة، الناظور 6 حالات، فيقيق 6 حالات، بركان 5 حالات، جرادة حالة واحدة، دريوش حالة واحدة ووفاة واحدة، قرسيف حالة واحدة. أما بالنسبة لجهة فاس مكناس فقد عرفت تسجيل 68 حالة وخمسة وفيات،
سجلت بالنسبة لفاس 26 حالة وثلاثة وفيات، مكناس 25 حالة ووفاتان، صفرو 10 حالات، تازة 4 حالات، الحاجب 3 حالات. جهة الداخلة وادي الدهب سجلت 49 حالة وحالة وفاة، سجلت كاملها بوادي الدهب 49 حالة وحالة وفاة. جهة العيون الساقية الحمراء سجلت بها 44 حالة وحالة وفاة واحدة، سجلت بمدينة العيون 42 حالة وحالة وفاة، وبالنسبة للطرفاية حالتان. جهة قلميم ودنون سجلت 26 حالة، انقسمت على الشكل التالي: أسزاق 14 حالة، قلميم 10 حالات، طنطان حالة واحدة، سيدي إفني حالة واحدة. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومي.